احنا معانا اول تليفون من داليا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا داليا؟ الله يخليكي، ربنا يبارك لك يا رب. ممكن اكلم الدكتوره صوفيا؟ اتفضلي، معاكي. اهلا بيكي. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتوره صوفيا؟ الحمد لله، الله يخليكي بخير. في حضرتك يا رب، انا عضول بتصل بحضرتك والله. ربنا يبارك لك يا رب. ميرسي. هو في حلم كده، بنتي حلمت بليله عيد الاضحى ان باباها رايح الشغل، كان الساعه 6 كده، وقال لها تلمع له جزمتين، جزمه بني وجزمه سمراء. وانا قلت له ان ربنا يفكها عليك يا رب كده. وبعد كده هو يعني وبعد كده انا قلت لبنتي مالكيش دعوه، اتبسطي انت وكده. وبعدين باباها رجع قال ربنا نصرني وما كسفنيش. طيب ده حلو، رؤية جميلة، الرؤية مفسرة بعضها. شكرا لك يا داليا. بس في حاجة، بما انها قالت لها مالكيش دعوة، يبقى اصلا النصر هيجي عن طريق امرأة. لان دول جزمتين، يعني عزكم الله، الحذاء امرأة في المنام، فهو بيقول لها لمعي الحذائين يعني. فمعنى كده ان في اعتراض، هيبقى انت مثلا الفكة دي هتيجي عن طريق المرأة دي ازاي؟ فهي بتقول لها مالكيش دعوة. مالكيش دعوة دي الله اعلم بقى الوضع ايه، بس هو في فكة الحمد لله في الاخر يعني. فكة؟ ماشي. انا ليه حسبتها فكة فلوس؟ لا، فكة انفراجة. انفراجة للهم ده.